مشاهدينا الكرام، بالختام ما يحزن، يعني ما يحزن انه اتحدث عن الانتهاكات اللي تصير للصحفيين وتكرارها، سبي معزل عن الدعاوى القضائية والانتهاكات اللي تصير لي او اللي تصير لبعض الصحفيين او اللي صارت بالبصرة احمد عبد الصمد واخرين اللي اعطوا حياتهم ضريبة الصحافة. القناة ومكتب القناة يتعرض الى تهديدات مبطنة مباشرة، مشكلة بزي الدولة. هسه هذا لباس الدولة يحاول بعض الأطراف استغلاله لتكميم وقمع الحريات، والمضايقة الآن لمكتب البصرة مكتب وطن وصل إلى مرحلة لا تطاق، وبعض من اللي موجودين هناك في البصرة ما زال يستخدم ضمير الميت ويدعم الفاسدين ويصعد من شأنهم. وأنا هنا طبعا أحمل المسؤولية الكبرى للقوى الأمنية، لأن حماية الصحفيين وحماية هسه كادر قناة وطن مسؤولية قائد شرطة البصرة، مسؤولية قائد عمليات، وما زلنا نحسن الظن بكم، نحسن الظن أنه لباس الدولة ما يستخدم تجاه المواطنين، زي الدولة ما يستخدم ضد الصحفيين، البندقية ما تتوجه للصحفي، بالعكس الصحفي والإعلام يصنع رأي عام. ونتمنى من القائمين والفاعلين بالبصرة خاصة القوى الأمنية أن تدرك خطورة الموقف. عمليات الاصطفاف سواء مع الحكومة المحلية ومع أطراف أخرى لقمع وتكميم الحريات ومنع المكاتب الصحفية من مزاولة عملها والحديث بصوت عالي سواء عن المشاريع الوهمية، عن الفساد بالجمارك بالمنافذ بالمشاريع بكل ما يتعلق بمحافظات الجنوب وتحديدا البصرة، أمر خطير جدا. وأنا هنا أحمل المسؤولية الكاملة إلى القائد العام القوات المسلحة، إلى قائد عمليات البصرة، وإلى قائد شرطة البصرة. ونتحدث وما زلنا نتحدث بصوت عالي. السلام عليكم.